الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يا رب تكونوا في أحسن حال. الفيديو ده إجابة على بتعملوا إيه، هتاكلوا إيه النهاردة. تابعونا. طبعا الحوض مكركب ومواعين، وهنا اللحمة عشان تفك حطيت مية الأول، وحطيت بصل وورق لورا وهيل، وحطيتهم يغلوا، وحطيت البطة المتقطعة. ما دي حاجة جايبها لي من الحديقة بتاعتها، توحة من أسرة القناة. البط ده حلو متربي هنا، دعكتها بمعلقة طحينة بتخلي ريحتها جميلة قوي. وبعدين اشيل بقى الحاجات اللي انا مش عايزاها، بشيل المؤخرة بتاعتها خالص، وطرف الجناح والزور المتبقي، والرئة بنضفها من قلبها كلها. ادعكها من الطحينة واسيبها شوية، ادعكها شوية بالطحينة كده واسيبها شوية، يعني 5 دقايق ولا حاجة. اللحمة بقى فكت اهي، مطلعاها من بالليل، بغسلها واحطها في المصفى تتصفى، واشيل اي جلد، في جلد بيبقى ناشف كده ملوش معنى بشيله. لازم نفحص اللحمة برضو عشان لو في اي حاجة ولا بقايا دم ولا حاجة نشيلها بالسكينة. هنا اتصفت اهي، جبت حلة وحطيت معلقة كبيرة خل، وحطيت شوية مية، وحطيتها شوية ايه في ال5 دقايق 10 دقايق ما تفرقش. الشرب المية بقى بتاعتها غليت، نزلتها فيها، وجيت بقى على البطة اغسلها بقى من الطحينة بتاعتها واحطها برضو في ايه تتصفى. جبت معلقة خل كده وزعتها، ودعكها بالخل في قلبها، حطيت لها مية وبصل ورق لورا وهير وفلفل اسود زي اللحمة في حلة تانية، وشلت الريم بقى اللي على اللحمة ده كل شوية اشيله عشان الشوربة تبقى نظيفة وحلوة. جبت الزبدة وحطيت عليها شوية زيت، وعلى النار الهادية الصغيرة الزبدة هتبقى جاهزة. شيل المرطة دي او الحليب اللي بيرتفع فوق على الوش، افضل اشيله واسيبها تغلي عشان تكون. خدت شوية منها عشان عايزة اعمل طماطم، حطيت البصل المفروم وهحمره. ونتابع بقى، هنا غليت المية، حطيت البطاية الحلوة، واشيل برضو الريم اللي على الزبدة دون لغاية ما ينتهي خالص، الاقيها ما تطلعش تبقى استوت بقت زبدة حلوة. الساعة بقى اهي مستنية، انا صاحية الصبح قبل الصلاة. البصل بيتحمر، حطيت الطماطم المفرومة اهي، الزبدة اهي شايفين ما بقاش يطلع منها ريم ولا حاجة، طفيت عليها واقلب الطماطم، واحط بقى فلفل اسود. الحوض اهو خلصت، ونضفت الحتة 11.5، هطفي النار وامشي. حطيت مية للزرع وللعصافير في الشبابيك، ومشيت بقى، رحت على المسجد اهو، الدنيا حلوة المسجد اهو. نسمع بقى الخطبة. طالب العلم ان يتحلى بها، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: اتقوا الله ويعلمكم الله، لن تتعلم الا اذا اتقيت الله، اذا خفت من الله، اذا جعلته امام عينيك، اذا جعلته نصف عينيك، اذا خفت من الله ووصلت الى مرحلة المتقين. ومرحلة المتقين كما قال عنها الإمام علي رضوان الله عليه حينما عرف التقوى: هي العمل بالتنزيل
الرضا بالقليل والعمل الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. تخاف من الله وتعمل بالقرآن والسنة، العمل بالتنزيل وترضى بما أعطاك الله عز وجل، وتستعد ليوم القيامة. إذا كنت كذلك فأنت من المتقين، وإذا كنت من المتقين سيعلمك الله ويسهل عليك الدروس ويسهل عليك العلم وتكون من المتفوقين. فلا بد وأن نربط أبناءنا بالله عز وجل، ونعلمهم أن العلم الذي يأتيهم هو من عند الله، ليس من ذكائهم وليس من عندهم، إنما الله يهبه لمن يشاء سبحانه وتعالى. اتقوا الله ويعلمكم الله. واجتناب المعاصي شرط من شروط الحصول على العلم، وشرط بل هو شرط مهم، بل هو أهم شرط أجده، أن تجتنب المعاصي. إذا اجتنبت المعاصي كل شيء سهله الله لك. الله عز وجل من آثار المعصية كما ذكر ابن القيم أن يتخلى الله عنك. إذا فعلت المعصية تركك الله وشأنه. أولئك الذين نسيهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله في الطاعات فأنساهم الله عز وجل من رحماته، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد، وتنظر نفس ما قدمت لغد، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فنسيان الله عز وجل بالمعصية لأنك تخليت عن الله فتخلى الله. خلاص بقى هروح، عملت قهوة لأبو أشرف وولعت النار على بقية الأكل، وانا عملت سندوتش جبنة وحطيت جبنة في الرغيف السخن وفلفل شطة وكرات وطماطم، وهلفها لفة واكلها فطار يعني. الحمد لله على نعمك يا ربي. الرز نقعته في مية سخنة، وجبت كوباية شاي ليا، شاي اخضر حلو، وهنا بقى حطيت الزبدة ونزلت الرز، قلبه بقى في الزبدة كده. انا حطيت على الاول بصل شوية بس مش اتحمر قوي، دبل في الزبدة، وبعدين نزلت بالرز قلبته مع البصل والزبدة، وبعدين حطيت من شوربة اللحمة، عشان شوربة البطة احنا مش بنستعملها بس شوربة اللحمة، وخدت شوية شوربة في كوباية وليمون وهشربها. الرز استوى مفلفل وريحته جنان. رحت بقى بالشاي اشوف المتابعين حبايبي ارد عليهم، حبايبي بيعلقولي وبحبهم، بقعد اشرب الشاي وارد عليهم نفر نفر. اشكر. على النار هنحط الطماطم اللي قليناها، نزودها بالشوربة، هنحط فيها قطع اللحمة كده. خلاص اهي هنضيف ليها اللحمة. هنيجي بقى للبطة وندهنها بقى ايه بالزبدة دي اللي احنا مسيحينها الحلوة، ندهن بيها كده عشان نفتح عليها الشواية تتحمر وتبقى حلوة.
اتمنى تعملوا اعجاب للفيديو اذا عجبكم، وان كنتم جداد علينا اشتركوا معنا وفعلوا الجرس من تحت الفيديو وفي سبسكرايب.